بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات التنموية كونها الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي ولما لها من دور إيجابي في توفير فرص العمل للشباب وزيادة موارد الدولة، ومنذ أيام قمتم بوضع حجر الأساس لمدينة سلام مصر التي توفر معيشة كريمة لأهالي بورسعيد الشرفاء والعاملين بمشروعات تنمية شرق بورسعيد، وفي إطار حرص سيادتكم على متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات العمل بها، وكان آخرها تفقد مشروع محور رود الفرج منذ 5 أيام فقط، واليوم نتشرف بقيام سيادتكم بتفقد مشروعات المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد، والتي تعتبر من أهم مشروعات تنمية وتعمير سيناء، والتي تستحوذ على قدر كبير من اهتمام سيادتكم، والتي شرفت بقيامكم بوضع حجر الأساس لها في 28/11/2015 لتنطلق إشارة البدء بتنفيذ المشروعات بتلك المنطقة الواعدة. ولماذا شرق بورسعيد؟ رغم أن أرض هذه المنطقة تعتبر من أسوأ أنواع الأراضي لكونها أرض طينية رخوة ضعيفة ومشبعة بالمياه، وسبق أن تم تخطيط مشروعات لتنميتها في تسعينات القرن الماضي بإنشاء ميناء تجاري لم ينفذ منه سوى 2.4 كيلومتر، ومنطقة صناعية لم ينفذ منها إلا 4% فقط من المساحة المخططة. ولكن وبعد 30 يونيو 2014، وبوجود قيادة وطنية واعية لها القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة طالما أنها لصالح الوطن والمواطن، تم اتخاذ قرار تنمية شرق بورسعيد وتعظيم الاستفادة من مميزات تلك المنطقة، والتي تتمثل في الموقع المتميز للمنطقة والذي يمكن الاستفادة منه في التبادل التجاري مع الكيانات العملاقة في كل من الإمارات، الهند، جنوب شرق آسيا، الصين، شرق أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للأيدي العاملة الماهرة والتي تتوفر في محيط منطقة شرق بورسعيد بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والدقهلية ودمياط، ثم عقد اتفاقيات التجارة الحرة مما يتيح آفاقا جديدة للتعاون المشترك مع الكيانات الاقتصادية العالمية سواء في مجال التجارة الحرة أو مجال الصناعة، وتقع في قلب مسارات التجارة العالمية، حيث يمكن استغلال النقلات العابرة في قناة السويس بإنشاء مناطق صناعية وخدمية في الظهير الجغرافي لمنطقة القناة. واليوم نستعرض الموقف التنفيذي لمكونات مشروعات منطقة شرق بورسعيد، والتي تشمل الميناء البحري، المنطقة الصناعية، المزارع السمكية، مدينة سلام مصر، محطة تحلية مياه البحر. الميناء البحري، جاري تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء البحري، والتي تشمل الأرصفة البحرية، المجرى المائي ودائرتي الدوران، ساحة التداول. الأرصفة البحرية، حيث مخطط إنشاء 10 أرصفة بحرية بإجمالي أطوال 5 كيلومتر وعرض 31 متر، 6 رصيف منها للحاويات على الجانب الشرقي من الميناء، و4 رصيف متعدد الأغراض سواء للبضائع العامة أو الصب الجافي والسائل والدحرجة على الجانب الغربي. المجرى المائي ودائرتي الدوران، مجرى مائي بعرض 550 متر وطول 5 كيلومتر، المرحلة الأولى 2.5 كيلومتر، وبتخدم على المرحلة الأولى الجاري تنفيذها من الأرصفة، والمرحلة الثانية للمرحلة المستقبلية من الأرصفة بطول 2.5 كيلومتر، ويتم تنفيذها بالتوازي مع إنشاء الأرصفة البحرية بالتعاون مع هيئة قناة السويس. بالإضافة إلى دائرتي الدوران في بداية ونهاية الأرصفة البحرية لتنظيم حركة دخول وخروج السفن، ساحات التداول، مخطط تنفيذ ساحات تداول بعرض 500 متر خلف الرصيف الخرساني مباشرة لتداول البضائع والحاويات. وصلت نسبة التنفيذ للميناء البحري حتى الآن إلى 60% إلى مجمل مكوناته، وبدأت بأعمال تنفيذ الأساسات الميكانيكية والتي تم تنفيذ جزء منها بالمواسير الحديدية، وقد تم الانتهاء منها بنسبة 100%. السطح العلوي للأرصفة وتم الانتهاء منه بنسبة 80%. الفنادر وشمعات الرباط بنسبة 90%. أعمال تكريك للمجرى المائي بنسبة 70%، واللي تمت بكركات هيئة قناة السويس. تكريك دائرتي الدوران بنسبة 100%. أعمال الحفر بساحات التداول تمت بنسبة 25%، وسيتم استكمال الأعمال
عند استلام التصميمات والمناسيب التي تحدد من المشغلين والجاري التنسيق عليها حاليا مع هيئة قناة السويس. المنطقة الصناعية، مخطط تنفيذ المنطقة الصناعية على مساحة 40 مليون متر مربع، دي ممكن توصل يا فندم إلى 63 مليون متر مربع. احنا فعلا لما وقعنا المساحة على الأرض لقينا إن احنا ممكن نوصل ل 63 مليون، وحاليا بننفذ دلوقتي الطريق النهائي شرق المنطقة بالكامل على مسافة تقريبا 12 كيلو لتصل المساحة إلى 63 مليون متر مربع إن شاء الله. جاري تنفيذ 20 مليون متر مربع كمرحلة أولى منها. أعمال تحسين التربة باستخدام المصارف العمودية. نظرا لطبيعة الأرض السبخية الطينية الرخوة والتي لا يمكن تنفيذ أي أعمال إنشائية عليها إلا باستخدام أنواع من الأساسات الميكانيكية وهي عالية التكلفة، أو باستخدام نظام تثبيت التربة وهو أقل في التكلفة المالية، لتصريف المياه من التربة حتى وصولها إلى درجة التسلط ولتحقيق إجهادات مناسبة لإمكانية التأسيس عليها، وهو ما يتم استخدامه حاليا. ورغم ذلك بلغت التكلفة المالية لتحسين التربة إلى 1500 جنيه للمتر المربع. ويتم تنفيذ أعمال تحسين التربة على ثلاث مراحل كالآتي. المرحلة الأولى منها أعمال الردم بالرمال أعلى طبقات الطين بارتفاع من 1 ل 1.5 متر، تستخدم كمنصة لوقوف الحفارات عليها والبدء في أعمال تركيب المصارف العمودية، وتم الانتهاء من 16 مليون متر مربع منها بنسبة 75% من المرحلة الأولى.